Aujourd'hui, on va voir des gâteaux roulés qu'on peut garnir selon le goût de chacun. Si vous voulez voir comment les préparer, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Salam salam, habibati, bishbouchati. صلوا على سيدنا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إليكم اليوم الجاتو رولي، يعني مقادير بسيطة. عندنا هنايا 5 بيضات 5 أوف، ندير لهم قرصة ملح. يعني هاد الجاتو ما كاش ما سهل منه، والديكور هايل. وطريقتنا تبعوا الطريقة هذه تلقاها هايلة. مغرف صغيرة فاني، بعد القرصة ملح يعني لافاني، 2 مغارف سكر كتشوفو فيهم كبار، ماهمش 2 قلت انايا 5 كيما درنا ال5 بيضات كل بيضة بمغرف سكر. فوالا صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نضربهم مليح بالباتور حتى يطلع الخليط. نزيد له قبل ما يطلع الخليط نزيد له 5 مغارف زيت، 5 cuillères à soupe d'huile et 5 cuillères à soupe d'eau عادي، شوي دافي بصح. 5 مغارف زيت و5 مغارف ماء دافي، دلو تياد. هنايا نزيدهم او فور يا ميزور، غير نضرب ما نخليهمش على الاخر، خاطر كي تطلع ما يلقش لا جينواز تهبط لي. الور البيض هذاك ما لازمش يهبط. بعد ما ضربت راني درت لهم بعد داك الاخر باش ما تجيش الفيديو طويله. هنا ندير لهم 5 مغارف فرينه، 5 مغارف فرينه نديرهم بالتدريج، نغربلهم بيان سور. faut tamiser la farine, 5 cuillères à soupe de farine tamisée. وما نساوش الخميره، هنايا نديرو باكي تاع خميره باش تجي طالعه ومفشفشه. دوك تشوفوها كيفاش تجي هايله وسهله، ما كاش ما سهل من هاد الكاطو. وينجحلكم تبعوا الطريقه تاعي برك. انا كل يوم راني ندير في هذيك هاد لاجينواز باش تجيني هكا مليحه. فوالا خلطو من فوق للتحت، دو با اون هو الفوي هكا بالعقل، لا سباتول ولا ماريز ولا، بصح لو فوي يجيني خير انايا باش ما يتفشش هذاك الخليط. هنايا درتها هذه بلافاني، درتها خليتها بيضه، وواحده اخرى نديرها لكم بالشوكو يعني بالكاكاو ماغ. هنا نزيد 2 اخرين باسكو درت 3 مغارف، دوك نزيد 2 مغارف اخرين. وانا محضره لو بلاطو الون او فور، لو فور راهو على 200 درجه، ومن بعد نقص له شويه، نمشعلته من فوق ومن تحت، وكي ندخل البلاطو غير من تحت اللي نخليه شاعل نطفيه. فوالا هنايا حركو بالعقل فوق، ميلونجي دوسمون دو با اون هو هكا باش يدخل كامل، ما يبقاش لي غريمو، ما تبقاش الفرينه مكتله هكا. فوالا حول الله راهي هايله. الاخر لافاني راهي تنقنق، شرو لافاني المليحه باش يجيكم كاطو على كيف كيفو. صلوا على سيدنا ونبينا محمد. الوغ هنايا درت له الكاغط نتاع الزبده، كاغط تاع الزبده دهنته بشويه زيت، ودرته قد الاخر لي بوغ طالعين. الوغ هنا نفرغ الخليط نتاعنا ونسقمو، والكوشه راهي محلوله سخونه، وندخلوا الكوشه على بركه الله. هنا ما كاش مسهل من هذه، ما كاش مسهل. تبعوا الطريقه برك، فو سويفغ لي زيتاب تاع لا روسيت، دوك تلقاو رواحكم كوم سا. تقولوا شواعر ولا داك حاجه ما واعره، هم جايين اعياد الميلاد وجايين الحفلات واللي فاكانس واخر السنه، يعني العام الجديد يجعلوا عام سعيد علينا. حنا كي نحتفلوا بالعام الجديد ماناش مسيح، ما نحتفلوش كيما هما، نديرو كاطو اخر العام، عام جديد باش يجي العام حلو ورانا نخدموا به. سبحان الله العظيم، هانا نخدموا بجونفي فيفري ما صبري، هذا هو بعد يقضى العام العام الجديد نديرو له هكا. فوالا نفرحوا الدريات ونفرحوا الكبار والصغار. يلا هاوليك بعد ما طاب واحد 10 15 مينوت طاب، ما نخلوش يتحرق الكل. هذا شوفوا مليح، نحلو الكاغط هذاك الثاني، درتو بكاغط واحد اخر يعني قلبتو وكلش تعرفوا، يعني مش راني نقول لكم انا، بصح لا جينواز هذه هايله، ما هي ما نحيت لها لي بور تاعها. هلا نعاود نقلب بالعقل ديليكاتمون باش ما هايله هايله هايله. فوالا على هنايا كان راح نحضر الاخر، هذيك الطبقه نحيها، غير انا درك راني درت بذاك نحي هذيك الطبقه، ما عندها واش ما تصلح حتى لحاجه. فوالا شفتوا السمك نتاعو هايل، وجربوه على الطريقه هذه والله تقعد بالربع ايام بالخمسه هذا الكاطو ما ينشف، ما درتلوش حتى يعني شربته هو بعد من عند روحه. الروليه ونخليه في الفريجيدار، ندير طورشون مبلول يعني مشمخ، ون هذيك هربت لي براسها هاكا تعرفوا اللي يزرب هكاك وجالي بيان تري بيان مام. قلت لكم اللي كمتوه بالرولوه في كاغط هذاك تاعو بعد باش ما يلصقلكمش، وخلوه في الفريجيدار. كي تحضروا لاكريم نتاعكم اللي راح ديروها، دركم ندير لكم انا بواحد لاكريم بابسط الطرق، لا فيها تعقيدات ولا بيض ولا سكر ولا هم يحزنون. روليتو كيما هكذا، ندير له واحد الطبه قلت انايا مبلوله، ونحطوه في الفريجيدار اللي كمتو فيها، يعني نعصرها مليح ما يميد برك. هنا عندي لا جينواز الزوجه، عندي لا جينواز الزوجه نتاع الشوكولا، درت لها الكاكاو، ندير لها 3 مغارف فرينه وزوج كاكاو امير، يعني كاكاو مر، يعني من هذاك المليح، هذاك اللي ريحته هايله، ماشي تشرو داك اللي كحلي اللي ماهوش مليح، يعني شروه حاجه مليحه باش تجيكم بنينه. والله جاء اروع ما يكون. هنايا الفيديو شويه طويل بصح كبروا بالكم، هذا هو. يلا تفرجوا لي، يعني درت 3 مغارف فرينه، قلت انا 3 كويير سوب دو فارين. اوتوماتيكمون راح ندير الكيس تاع الخميره، ان ساشي دو لوفور شيميك، ان ساشي فيه 8 غرام ولا 10 غرام، معليش تا كيعود زايد واش عليه ما فيها باس، المهم غربلو باش ما يقعدش تما لي غيمو ولا التكتلات هذوك، ياك. يلا هنايا نجيب 2 مغارف تاع كاكاو. فوالا كاكاو شوفوا قهوي مليح هواك، دو بون كويير، يعني المغارف عمروهم مليح كما الفرينه. فوالا يجي اروع ما يكون، شهيتكم في الجنه. وخلاص قلت لكم ربع ايام ولا حنايا ناكلو فيه، يعني جات كبيره لا بوش هذيك جونغ بوش، باسكو انا درتها هكذا. هذه المقطع نتاع هذه الاخرى ما درتلوش الشوكولا ولا اكو، تذوبوا الشوكولا ودير لها شويه زيت وزبده وتخلوها وبا ماغي وتطلصوا بها تطلصوا بها الحداثه هذه هذيك، خلطوا دو با اون هو، سادير من تحت لفوق طلعوا كيما هكذا، كيما موالفين ديروا باش ما تهبطش هاد الجينواز، ما تهبطليش تبقى كاك منفوخه وتطلع. شفتوا كيفاش طيبت هذيك الاولى. يلا حبيباتي يشرط تشروها ولا اللي ما عندوش ولا داك كيفاش يفرح الدراريات ويفرح روحو وياكلوها. صحتنا وصحتكم، هذه هي الدنيا، واقتصدوا. كتشوفوا الدنيا ماهيش رخيصه. انا قلت ولا غير نديرها لهم على خاطر كل مره نقول دوك نديرها ولا نحطها، والله ما كتبش رب العالمين. هذه قلت هي نصورها ونديرها. فوالا هيا شوشو يزيني بلا هذا. يلا هاد الايام هما هايجين ما عرف عليهم واش بيهم هاد القطوط. فترة التزاوج قلت انا كون قالوا لي راني خطبت لهم. المهم ديروش عليا. الوغ يفو بيان ميلونجي. فوالا ايوا صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذوك التحتانيين خفت لا يعود فيه لتحت. فوالا هادي ودرت بلاطو صغير. راكو شفتو كيفاش داير. كان درتو بلاطو صغيره تجيكم عاليه لا جينواز، كان درتو بلاطو كبيره يجي شويه هابطه. ما ديروش كبير ياسر باش ما تهبطش ياسر، ما تجيش تجي عاليه. هاكو نحسو قلت لكم. يلا بنين بنين والله غير بالكاكاو. هذا تقولي تاكليه وحده، اما القطوطه من تحت رجليا ما يقولوا هاتي اي مضوقت لهم مساكين يموتوا على الشيكوله. هذاك ينتف في الكارطون شفتوه. هذيك نرجس ربي بعتي لي التصاور نتاع قطك اللي قلتي لي اما قطوطي ينتفوا في الكارط، هاتيهم نحطهم هنا في فيديو واحد اخر وما يجيب لي شويه مشاهدات. هنايا درت الكارط تاع الزبده، درت له شويه زيت ونفرغ الذي منه. فوالا انا شاليه بهاد الشراشب. هذه جبته لي بنت عمي من فرنسا، كثر خيره على الجيلي نهضر على اللي كاد. بدات الدنيا تبرد الله. المهم هذا هو. حطوه على نار متوسطه، نقصوا له النار من تحت ومن فوق قفلوها. ومن بعد كي تشوفوه طاب تحسوا بلي جناب شويه بداو يوليو قهوي وتطلع هي ديك لا جينواز. شعلوا لها الفوق شويه ابان. عندكم تحرقوها، كون تحرقوها ولا تزيدوا لها في الطياب راهي تعود كي تلووها تدرولوها تتكسر. الوغ يفو فيغ اتونسيون، لازم تكون طريه وتقدروا تمانيبولوها كيما كان الحال. ولا حنا كل رانا نتعلموا، لا من زاد من كرش امه متعلم. بشويه بشويه يتعلم الواحد. انا والله ما نبخل عليكم بحاجه ولا نصيحه ولا انا هكا لله. انا نخدم على يوم غدوه ماهوش على دركا ولا داك. فوالا انا اعتبرتكم خاوتي، كبار خاوتي والصغار ولادي. ايوا دخلها الكوشه ودوك تشوفوها. شوفوا ما طابتش ياسر، نحل هذيك الجلده الاولى. شوف الموس كيفاه دخلوا الموس، كان لقيتوه اصلا هي طايبه. غير انايا باش نزيد نتاكد برك ما يتلاصق ما والو. الموس راه مليح. نحوها من البلاطو كيما قبيله، يولها الكاغط ونقلبوها ونرولوها بالكاغط باش ما تجيش. هذه هي. هاكو شفتوا وحده فاني وحده شوكولا. انتو تقدروا ديروا الفراز وديروا هذا هكا، كل واحد كيفاش. بعد ندير لكم الانواع وتشوفوهم كيفاش دايرين. سيتو المبتدئات يبغوا الكاطو ويبغوا يخدموا حاجتهم وحدهم وهكا. من الله ساعات كي نشوف عبد مطيب ولا غير دراري صغار نقول لهم كيفاش درتو لها هادي وليكا. ماهوش عيب، العيب كي ما تعرفش ياك كي ما تعرفش وما تبغيش تتعلم، لازم يتعلم الواحد. فوالا علاش يتدير هنايا نحلها الكاغط هذاك الفوكاني هاك طابت هايله على كيف كيفها ماهيش محروقه. ولي بوغ راني ما نحيتهمش، شوفوهم الجوانب ما نحيت حتى حاجه، ما مسيت لها والو، خاطش طريه كيما الوسط كيما الاخر. هاني روليتها درك نديها للاخر. هنا عندي نديها الفريجيدار بليتو. هنا عندي شونتيي، كاس شونتيي بارد كلاصي مكان في الكونجيلاتور. عندي زوج مغارف صغار تاع فاني، وعندي كاس غير ان دوا غير اصبع تاع حليب، حليب بارد حتى مقلص طول قريب يقلص. فوالا حطيت البواطه في الفريجيدار في الكونجيلاتور، يعني لو طون لي كنت نخدم في هذا الكاطو يعني. وحتى ها شوف ناقص، ما ديروهش ياسر خاطر باش تجيكم مليحه كونسيستانت. و فوالا نضرب بالضراب دركا نطلعها. هنايا لازم الشونتيي تشريها من عند المولى هذاك اللي يبيع الاخر، اللي يبيع الحوايج الحلوه. شوفوا لا جينوا لا كريم كيفاش درت له الشونتيي. ها شدات لو باك، درت هذاك المنقار ودوك نطلي بها الكاطو تاعي. نتوما هذيك الجلده الفوقانيه نحوها باسكو انايا نزرب، وداك لقيت روحي بعد درت لها فوقها الشونتيي، جات بنينه واحد البنه والله تقول باتيسري باه حبيبه. تقول من عند الساسي، عمي الساسي ربي يرحمه، الساسي شيحاني. هلا يا كاطوه يا حسره كنا نجرو نروح باش نجرو. il faut bien étaler une bonne couche. voilà وخلو شويه، خلو شويه الفوق باش كيرولي هذاك لو غولي لو كاطو غولي باش نطليها الفوق. انا درتها ابسط حاجه ما فيها حتى حاجه. عندي شويه جوز، ايوا شوفوا كيفاش اللمسه نتاعي والبصمه نتاعي نخليها. درت له شويه جوز عندي من داك النهار، جوزات صح انا نشري هكا ساعه ساعه نشري، يمكن 30 25 20000 الا هو هكا، نكونكاسيها ولا ناكلها هكذاك، نشي نمدها للراجل ولا هي. هنايا راني درتها، شوفوا بقالي هذا دوك نديرو هكا. جات واحد البنه، واحد البنه حاجه واحده اخرى ولا فاني افيك الجوز. الوغ لا هنايا هادي رولي اونوا، فوالا ما فيها حتى حاجه، فاني والجوز هدايا جات اكسترا. هنايا بالكاغط نبدا نرولي فيها بالعقل. فوالا يعني عارفه شوي الكاميرا بعيده شوي بصح اي مطريه على خاطر ماهيش يابسه، ما تتكسر ما والو. غوكاردي ها فوالا، نحاول نزيرها شويه هكا تشقت تما دبر راسها. انا اللي جبت شويه الاخرى مي تدير هاي تتغطى بالشونتيي. صلوا على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هي نجيب الشونتيي ديك اللي بقات ونطليها الفوق. فوالا يا ديليكاتمون، ما كاينش ما سهل. وقلت لك واحد البنه واحد الطراوه وبقات طريه بالنا. دركا كي درت بالنا بالفرشيطه هذيك لا فورشيت جو مي دي غيون دي سيون هكا. فوالا ها نجبد هكا تعود كي شغل اون بوش سيتو تاع الشوكولا. جات روعه، جات روعه تقولي تاع الحانوت والله غير ابن من الحانوت، باسكو الحانوت يدير لها المحسن وانا ما درت لها والو. شوفوا صحيه يعني. انا عندي لك شويه الجوز اللي بقى نلوحو فوقها وندير لها دي غوزاس الفوق باللابوش ادوي. وانتي درتي الكاطو نتاعك اسهل ما يكون. قلت لك قعدت 4 ايام في الفريجيدار، نخرجو صباح وعشيه ناكلو منها يعني. ما شاء الله. فوالا ديروها وجربوها على هاد الطريقه هايله، طريقه حوريتكم يا بشبوشاتي العزيزات. وما تنساوليش وما تبخلوش عليا بلي لايك، وربي ان شاء الله نحي شويه من هذوك خرجاو ياسر. درك ندير لي غوزاس الفوق، هذيك الشونتي اللي بقات ولا غير دا فيها ربي البركه. والله هنايا البوشادو اللي درت فيها الاخر الشونتيي، شفتوا الشونتيي جات عاقده هايله. ما ديروش الحليب ياسر باش ما يجيكش مش هكاك، لا تجي اروع ما يكون. يلا حبيباتي جربوها، في اخر السنه انا قريب. انا كعدت مدايره شويه يدي من هي محروقه على خاطر كنت تشوفوها حاله. بسلامتكم، على بها مش قادره نزير عليها ياسر. هنايا عندي داك السمسم تاع اللي جابوهولي ربي يخليه ليا. نحط داك هواك مازال كاين عندي العقيق هواك ابيض في ابيض، ما درتلوش هذاك الدوغي، ولا تقدروا ديروها دوغي ولا ارجونتي، بصح درتها في الابيض انايا جات اكسترا. ما كانش كيف هاد لابيش هادي لابيش باء حبيبه بيش ما بيش لا 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 ياك. ايوا الوغ هنايا راهي وجدت، دركا نحطها في صحن التقديم. فوالا علي اكسترا، علي بال، فوالا علي هايله جميله جدا زينه، باغي زينه بها بالبلاطو. هاد اذا تحطوها في طبسي كاوفال ولا ايه، شفتو كيفاش. فوالا نقسم لكم شويه، الموس هذا قصير بصح نورمالمون الموس كبير باش نقدر نقسمها مره واحده هكا. هذا عجبني كعاد وردي جبته لكم نتوما، فرحانه بكم يا حبايبي يا حبايبي يا غايبين. حسره هي مرسوات بكري. يلا شوفوا القطوه كيفاش جات هايله. قلت لكم البنه ولا التكستير تاعها يعني علي اكسترا، يعني ما تلقوش خير من هادي. فوالا ما تلقوش خير من هادي، ما فيها والو، يعني بحوايج بسيطه درنا قطوه. شوفوا كيفاش طريه، ماشي من ديك هذيك الخشبه ديريها تشبديها ما تبسيها ما تاكليها، لا هايليك. وكل ما تقعد في الفريجيدار كل ما تعود مليحه. الوغ هنا راهي هايله هاكو دوكو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نقول لكم انا صلوا على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.